قتلت زوجي. قتلت زوجك؟ اجا مسطل عدي هون قعدت لابسه شورت هيك، شالها النرويج صار يضربني فيه، يضرب. شوفي عم يتحجج، ما عرفت شو السبب. فقت البنت الصغيرة قالت له ليه عم تضرب الماما؟ اجت من فرشة اخواتها اخذت منه النرويج، طيب اعطائين حطته على الكنباية حد التخت. الصبحيات قال لي من عشية انا كنت بدي قتلك بس البنت تشفعت لي. جاب رجع النرويج وصار قتل 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 وضرب وسكرنا الباب. قلت له جرصتنا، سكر الباب ومسكنا هيك وعم يخنقني. دفشته انا من حالات الروح، ما بقى بتحمل. دفشته اجى راسه على التخت، عنا تخت حديد، فجر راسه ولسه في حديدي قدام الباب. جابه بدي يضربني فيها، هو مسكها وانا مسكتها، خلصته اياها ضربته، وقع بالارض سرح الدم. قلت لحالي شو عملت انا؟ مثل كانه واحد سكران وصحي. ركضت بدي يعني انقذه، في تليفون محطوط له على الشرجر. نزلت اخذته ونزلت لتحت، اتصلوا بالصليب الاحمر واجوا اخذوه وضل عشيه ومات. كان فعلا قتل عن غير قصد او كان بدك تتخلصي من هالعذاب اللي كنت عم تعيشي فيه؟ عن غير قصد وبدي اتخلص، كانه وحش يا بياكلك يا بتاكله. لحظه دخولك الى السجن شو؟ كانك حطتني هيك بدويخه، ما عرفت حالي وين. عميت ما شفت، فتت لقيت العالم بالنظاره قاعدين بس ما شفتهم، كاني بالدويخه. اطلع عيوني ما بقى اشوف، عتمي في ضو بس عتمي قدامي من المصيبة اللي وقعت على راسي، وعم بسمع صوت اولادي كانهم ماشيين وراي وعم يعيطوا لي. شو عملت انا؟ قتلتي؟ قتلت بس ما كان قصدي القتل. بعد قد ايه ببلش تعودي على الحياه داخل الزنزانه وحياه السجن؟ ما بتتعود، مستحيل يتعود واحد بالسجن. العالم كيف كيف نظروا لك؟ انا نظروا لي اني المظلومه معذبه. هلا اولادي اذا بيسمعوني بيعرفوا انه انا كيف تعذبت. ولادك ولا مره زاروكي؟ ما سالوا عني ولادي ابدا. شو بتقولي لها يا ماما؟ شو؟ انا اشتقت لكم، بدي اشوفكم. انا ماني مجرمي والله يا امي، انتوا عشتوا معي وشفتوا كيف انا انظلمت وتعذبت، كله كرمالهم جهدت وتعذبت، بس ما بنيتي اقتل انا واخسرهم، اخسر حياتي. اذا بشوفهم بالشارع ما بعرفهم والله، ما بعرفهم. بتمنى اشوفهم ياخذوا عين من عيوني وشوفهم بالعين الثاني. والله اذا حدا بيقول لك يا استاذ مالك حدا محتاج عين، ياخذ عيني. بضل بعين وحده بس شوف اولادي، بس شوفهم، ما بعرف كيف شكلهم.